السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي قناة ليت جيمز كل عشاق العاب جيمكم في جديد بقناة لعبة مودرن وورشيب. التحديث الجديد مستمرين بي وياكم يا شباب. يو اس اس ماتش يا شباب، السفينة الجديدة الشبحية اللي سعرها 30,000 جولد راح نختبرها بهذا المقطع يا اصدقائي. اللايك والمشاركة جدا مهمة حتى الكل يعرف امكانية هاي السفينة وما يتورط اذا كانت سيئة ويشتريها يا صديقي. وقبل كل شيء ايضا مهم حتى نستمر بهذا الحساب اللي موجود عندنا نقدر نختبر به شغلات مهمة، اتمنى يا شباب الاشتراك بالصفحة العربية بالفيسبوك، راح احط لكم رابطها في التعليق مثبت. اقتراحات، اراء، نشر، تقدروا تنشروا على اي شيء يعجبكم هناك وتقترحون اي شيء يعجبكم كذاك بالصفحة العربية يا اصدقائي. اوكي، السفينة 30,000 جولد، السعر كبير جدا لكن بالتسليح اللي تمتلكه ممكن تكون تسوى هذا الشيء. على العموم يا شباب، المتانة بعد الماكس ليفل 403,000، السرعة 18 عقدة يعني السرعة شوي قليلة، المناورة 9.1، الرادار 13 كيلومتر، السونار 2.6. طبعا حطيت صاروخ زيركون، المدفع مالتها MGL2، الدمج مالتها 9000 و يطلق اطلاق اتوقع يعني 18,000 يكون الدمج. المدى مالته 17 كيلومتر، مدى بعيد جدا، ريلود 4.2، اوف حتى ريلود سريع. الطربيد حطت سلوت، الراجمه بي 100، الضرر مالتها 2600، المدى مالته 10 كيلومتر، مدى متوسط، الريلود 9.10، ريلود شوي بطيء. 15 طلقه بس لو ناتي هنا يعني 6 12 18 24، معقول 24 طلقه يطلق؟ والله ما ادري. على العموم المدفع الاوتو ما اهتميت له، الدفاع الجوي الليزر اكسكاليبر يا اصدقائي، الضرر مالته 42، المدى مالته 2.3، اعاده تلقيم او ريلود مالته 3.5. الان الى التجربه، ليتس جو. يلا يا شباب خل بس نشوف الثمان اطلاقات يطلق. اها حلو حلو حلو، مدفع 4 اطلاقات يطلق، 4 اطلاقات لو اطلاقتين، لحظة ركز ليث، اطلاقتين مدفع، نعم مدفع اطلاقتين. الان خلينا نشوف الراجمة، لا ليست جيدة الراجمة. الله 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 الله، الليزر 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 احمر، اوه نفس الليزر الثيل، نفس الليزر الثيل. اوكي الراجمة تحتاج مسافة قريبة للاشتباك، المسافة البعيدة ليست جيدة. حلو، المدفع شكله واو، مدفع شكله واو كلش، مدفع شكله واو. الله الله الله، والله دمج عالي الراجمة. هاي هاي نايس، هيبة هيبة هاي السفينة هيبة. رغم سرعتها بطيئة بس احسها يعني متوازنة بالسرعة، يعني ما ادري السرعة احسها وهي منورة حلوة مالتها، ما احسها 19 عقدة و 17 عقدة حاليا تقرا عندنا، لا احسها فوق ال 20، ما اعرف احساس، انتم تشاركون رأيي ولا لا. والبدن 400,000، جميل جدا جميل جدا البدن، جميل جدا البدن، ممتاز. الدفاع نختبره ضد الصواريخ، نشوف كيف مع الصواريخ، ممكن تجي مجموعة صواريخ. حلو، منورة جيدة منورة جيدة منورة جيدة جدا يا شباب. وقف ليث الآن، خلينا 43,000 دمج مع المدفع، يا ساتر. وريلود سريع طبعا يا شباب، ملاحظة هذا كله يعتبر نسخة الفا، ممكن بالنسخة الكاملة تتغير الامور كثيرة. اها هنا اختلفت الامور، مستعين بالطاقة القصوى. مستعين بالطاقة القصوى، والله البوتاجات عنده دمج.
الراجل ما تحتاج ام قريب حلوين، هاي حلوين من عندها منتهين. كذلك المدفع ممتاز، المدفع جدا ممتاز. شوفوا جهد الدم اللي جبت من المدفع هاني، شيء جميل. يلا دام جاني البوت وصفي. راجمة لك راجمة، يعني راجمة مو ذيك الامكانية يا شباب صراحة، راجمة مو ذيك الامكانية. خلينا نشوف يضرب والله ما لحقت حتى اضرب البتاعة. راجمة ما عجبتني، راجمة ابدا ما عجبتني. مدفعي واو جميل، راجمة سيئة، الراجمة سيئة، الراجمة سيئة. مدفع حلو، الراجمة لا، الراجمة لا يا شباب. يعني ما استخدم صواريخ كثيرة الا لما ندر، يعني ممكن تحط سكالب او ديفس 17 او اكس 51 راح تكون مثل مثل بيوتر فيلكي. شو تقولون؟ تحسون الناس ضد بيوتر فيلكي هاي السفينة؟ لان لو ناتي الى الواقع انها سفينة تعتبر متكاملة، تعتبر سفينة متكاملة بها راجمة، بها توربيد، بها صواريخ، يعني كتكامل سفينة متكاملة، صواريخ، توربيد، راجمة، وبعدين 400 ألف، واو، ثلاث صواريخ، نفس البيوتر فيلكي، مدفعين، اكس 2 هنا عندنا، يطلق اطلاقتين، اربع اطلاقات، فيلكي عندها واحد، توربيدين، الفيلكي توربيدين، راجمة واحد، الفيلكي ثلاث راجمات، مدفع ثلاث مدافع اوتو، الفيلكي ما بي مدافع اوتو، ست دفاعات جوية، الفيلكي ست دفاعات. يعني معوضين الراجمة بالاوتو المدفع، لكن الراجمة للامانة انسوها، ليست بالاداء الممتاز. ممكن تعوضون هنا بالجيبكا. بشكل عام هل السفينة تستحق 30 ألف؟ المدفع والصواريخ والتوربيد الهجومي وكذلك الدفاع الجوي، حسبوا الدفاع الجوي ب 2500، يعني 5000 جولد عندك دفاع جوي، نعم تستحق هذا السعر يا شباب. هل ننتظر الى ان ينزل تخفيض الذهب ونشتريها؟ انا افضلكم هذا الشيء، لا تستعجلون. السفينة جدا ممتازة للاونلاين، راح تكون ضربة كبيرة بالاونلاين للعدو. عيب واحد بها اللي هو الراجمة، لكن مو عيب السفينة، لا فقط الراجمة. انا اشوف السفينة تستاهل سعرها، امكانية تحديث هذا بهاي السفينة رائع جدا. ارجع اقول هاي نسخة الفا يا شباب، ممكن يصير نيرف او باف او تعديلات بننتظر نسخة العالمية، لكن مع تجربتنا لها حاليا فهي روعة بالاونلاين ومنافس مباشر للفيلكي، لانها سفينة متكاملة وقد تتفوق على الفيلكي ممكن بالمواجهات المباشرة. يا شباب انتم اراكم وتعليقاتكم بعد ما شفتوا امكانيات السفينة وقدرتها الهجومية والدفاعية. في امان الله.